سيدنا أنا سعيد أكون مع حضراتكم النهاردة سعيد أكون في حضرة نيافة الأنبا دانيال أنا سمعت عن سيدنا الكثير و يعني أخيرا الآن رأته عيناي فأنا جاي أخذ بركة سيدنا نعم لا 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 أبدا لا أبدا أبدا بركة كبيرة سيدنا أكون مع نيافتك وأكون أخذ بركة الاجتماع بركه الكنيسه الجميله، و... يعني اديتني فرصه ان انا اجي واتعرف على الشباب الجميل. دلوقتي انا احب ادي لحضراتكم يعني مقدمه هنتكلم عن ايه، بس اهم ما في الموضوع اخر ثلث ساعه، نص ساعه، اسئله واجوبه. فانا هسيب وقت لاسئله واجوبه، احب تحضروا شويه اسئله واحنا بنتكلم. ويعني لما نقول في وقت اسئله واجوبه تحبوا احب ان حضراتكم تسالوني. هنتكلم عن مش هخلي الموضوع اكاديمي او نظري على قد ما اقدر اخليه عملي تطبيقي واكاديمي يعني في نفس الوقت. مقدمه عن اللاهوت الدفاعي زي ما قالوا اتسابونا موسى Apologetics. وناخد موضوع من موضوعات اللاهوت الدفاعي عشان ما يكونش الكلام كله يعني كاننا يعني في في الاكاديميه اوكي لو في كم اصطلاح مش هعرف اقوله بالعربي فهقوله بالانجليزي يعني اتمنى يعني يكون اوكي ماشي طيب اللاهوت الدفاعي نعرف اللاهوت الدفاعي ايه هو الابولوجيتكس ايه هو اللاهوت الدفاعي هو زي ما شايفين على السكرين اللاهوت الدفاعي هو فرع في اللاهوت بيدافع عن وجود الله وصدق الايمان المسيحي وهدي لحضراتكم ايه هي مواضيع اللاهوت الدفاعي. بس تعالوا نشوف الابولوجيتكس والدفاعيات في الكتاب المقدس. احب اسال حضراتكم الايه المشهوره جدا في الدفاعيات. حد يقول لي موجوده فين؟ او يقول الايه في... الايه ايه اللي بتتكلم عن الدفاعيات؟ حد عارف؟ ما احنا لازم يعني ناخد وندي مع بعض. اتفضل. كلام جميل. آية أخرى موجودة في بطرس الأولى ثلاثة خمستاشر الآية بتقول مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف الآية دي بتقول لنا نعمل إيه وإمتى وإزاي ثلاث حاجات نعمل إيه وإمتى وإزاي نعمل إيه ندافع أو نجاوب على كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا طب نعمله امتى دائما مش معظم الوقت بعض الوقت دائما نكون مستعدين اهم بقى ما في الايه ازاي خليكم معايا بوداعه وخوف الدفاع عن الايمان هو ان انت تدافع عن الحق بس تدافع عن الحق بوداعه بخوف بخوف الله ايه اخرى آية أخرى في كولوسي أربعة ستة ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد الكلام يكون إيه مملح ونعرف أن إحنا نجاوب كل واحد نسيت, نسيت أقول حاجة مهمة في الآية دي مستعدين دائما لمجاوبة كلمة مجاوبة الأصل اليوناني بتاعها إيه؟ أبولوجية اللي جات منها أبولوجيتكس سو so, الترجمة الدقيقة مستعدين دائما للدفاع عن ايمانك عن اللي بيسالك عن سبب الرجاء الذي فيكم. اوكي؟ okay? Apologetics موجودة في الكتاب المقدس. طيب هل الدفاعيات دي حاجة جديدة لسه طالعة من 20 30 سنة؟ أبدا. تعالوا نشوف آباء الكنيسة ما كانوش بس قديسين لاهوتيين بل أيضا كانوا إيه؟ مدافعين. تعالوا نشوف بعض بس قبل ما افرجكم على السكرين احب اسمع من حضراتكم مين من اباء الكنيسه كانوا مدافعين ابولوجيستس <applause> القديس اثناسيوس اول واحد القديس اثناسيوس الرسولي وكتابه المشهور تجسد الكلمه القديس ايريناوس وكتابه المشهور ضد الهراطقه القديس يوستينوس الشهيد رسالت رسالته رسالته الى روما والقديس كليماندوس السكندري نصائحه لليونانيين واباء كثيرين انا بس خدت نخبه من الاباء. طيب ايه هي بقى موضوعات اللاهوت الدفاعي؟ السبجكتس التوبكس اوف ابولوجيتكس ايه هم؟ هدي لحضراتكم 10 موضوعات وهن يعني هن هنخش في العمق في موضوع واحد منهم. اوكي؟ ايه هي الموضوعات؟ اول حاجه أدلة لوجود الله هل هناك أدلة براهين بتقول بتشير إن الله موجود خارج الكتاب المقدس لو أنا بتكلم مع واحد ملحد مثلا لا يؤمن بوجود الله هل عندي أدلة وبراهين منطقية أقدر أتحاور بها مع الملحد أو لو حد سألني أقدر أرد بالبرهان والدليل ولا لا ده أول موضوع ثاني موضوع الكتاب المقدس هل هو فعلا موحى به من الله ولا ده كتاب من صنع بشر في واحد اسمه دان براون كتب كتاب اسمه ذا دافينشي كود اللي هي شفرة دافينشي اكيد حضراتكم سمعتوا عنه في الكتاب ده بيقول ان الكتاب المقدس بتاع المسيحيين ده كتاب جمعوه شويه يعني البازنس يعني شويه ناس فلاحين جهله ما مش كتاب إلهي ولا سماوي ولا موحى به من الله خالص وكثير طبعا صدقوا الكذبة دي فإزاي أقدر أثبت أن الكتاب المقدس هو موحى به من الله الموضوع الثالث وده الموضوع المفضل my subject اللي هو إيه ما يميز المسيحية عن جميع الأديان الأخرى بدون استعمال الكتاب المقدس لاني لو استعملت الكتاب المقدس عشان اثبت حقيقه الكتاب المقدس دي اسمها ايه انا ما اعرفش بالعربي اسمها ايه بس كول سيركلر ريزنينج يعني منطق دائري منطق مغلق منطق مغلق ما اقدرش اقول الانجيل الانجيل من ربنا ليه مين اللي قال لك عشان الانجيل بيقول لي من ربنا فاهمين قصدي منطق مغلق انما لازم اشوف حاجه اوبجكتيف موضوعيه اقدر اقول عليها ان الانجيل موحى به من الله. طب مين ليه المسيحية مختلفة عن الأديان الأخرى؟ أنا كنت يعني عاوز أتكلم مع حضراتكم في الموضوع دوت بس معلش أخش في الموضوع الأولاني بعد ما نخلص المواضيع كلها. تمييز المسيحية رابع موضوع التطور والخلق evolution and creationism موضوع evolution البيج بانج ثيوري انتليجنت ديزاين كرييشنزم كل المواضيع دي ايه هو ايماننا في في موضوع التطور والخلق هل فعلا احنا تطورنا من أه سبيشيز قبلنا ولا في في خالق خلق الكون برضه موضوع علمي شويه بس لازم يكون فيه يعني نتكلم فيه ونقدر نفهم النظريه مظبوطه الموضوع اللي بعد كده القيم والاخلاق morals and ethics morals and ethics جت منين مين اللي بيقول ده صح وده غلط مين اللي بيقول يعني ده ده كويس وده مش كويس هل المجتمع اللي بيحدد الصح والغلط هل التطور دي مدرسة برضو بتقول مدرسة بتقول التطور بيقول ده صح وده غلط الثقافة أنا اللي بحدد الصح والغلط القيم دي إيه مصدرها ليه بقول كده لأن في ناس بتقول أنا مش لازم أؤمن بوجود الله أنا أعيش بأخلاق جيدة والأخلاق وأخلاقي الجيدة دي هي اللي هتوديني السماء مش لازم اؤمن باي حاجه الموضوع اللي بعد كده العلم والايمان هل في تناقض بين العلم والايمان ولا في توافق علشان اكون عالم ساينتست اسيب الايمان بتاعي بتاع بقى الناس اللي يعني الجهله سوري يعني في التعبير ولا ولا اقدر اكون ساينتست وثيولوجين او ثيولوجين وساينتست في نفس الوقت موضوع اخر حقيقه القيامه هل قيامه رب المجد يسوع المسيح ده حدث تاريخي ليه ادله وبراهين ولا دي اكذوبه ولا اسطوره طلعت والناس صدقوها ما هو انت حد شايف حد بيقوم الاموات لا طب مين عارف بقى ان المسيح قام ولا لا مين عندنا دليل ما شفتش ما اعرفش موضوع مهم برضه، موضوع ده عاوز آه كنت بتكلم مع آه ماي كازنز وانا جاي في, في في الطريق وقلت الموضوع ده وعاوز ويك اند بحاله، ما ينفعش نحتويه في ساعة، مشكلة الشر والألم. في 2017 كنت مع قدس أبونا داوود لمعي في مؤتمر أربع أيام في حتة اسمها مدينة الشروق. أربع أيام 12 محاضرة على مشكلة الشر والألم من الناحية الفلسفية المنطقية ومن الناحية الروحية العاطفية. اوكي؟ okay? الاثنين من الزاويتين. موضوع مهم جدا جدا جدا. والموضوع كبر وانتشر بعد يعني بعد الكوفيد والكورونا والناس بتقول فين الله الرحيم بتاعكم الغفور المحب الحنين وسايب الوباء يعني في العالم والناس بتنتقل وبتروح المستشفيات فين ربنا بتاعك دوت فموضوع مهم ان احنا نقدر نتكلم فيه يمكن المرة الجاية ان شاء الله نبقى ناخد الموضوع دوت اخر موضوع هو موضوع فلسفي شوية absolute truth يعني الحق المطلق هل الحقيقة نسبية ام الحقيقة مطلقة يعني الحق يعني ما فيش حاجة اسمها ده الحق بتاعي وده الحق بتاعك ما فيش حق حق مطلق يسري على الجميع ده المنهج بتاع اللاهوت الدفاعي لو درست في اي اكليريكيه لو حد عاوز يدرس ممكن يتواصل معايا ادي له شويه اسماء في اكليريكيه تبع طبعا الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه وبدرس العشر مواد دول تخلصهم يبقى انت دلوقتي درست اللاهوت الدفاعي يعني عن دراسه عن وعايه. الموضوع اللي احب اتكلم مع حضراتكم فيه، اول موضوع هل هناك ادله لوجود الله؟ معلش انا حبيت ابتدي من الـ من البيسك، اوكي؟ عشان دي من يعني المواضيع اللي ممكن نبني عليها بقى المواضيع الاخرى. قبل ما اتكلم عن ادله لوجود الله احب اقول لحضراتكم تحديات العصر اللي احنا عايشين فيه. تحديات العصر الحالي Our current cultural challenges في نوعين من التحديات نوع أخلاقي ونوع فكري أو ذهني واحد تحدي بيحارب الأخلاق بيحارب الإرادة السلوكيات ونوع آخر بيحارب الفكر الأيديولوجيات العقيدة وهكذا أسأل حضراتكم يعني واحد من الاثنين دول اكثر خطوره من الاخر الانتلكتوال اوف كورس ذا لاسباب كثيره ما فيش وقت ان احنا نتكلم فيها باسباب كثيره جدا ان ده اخطر هما الاثنين الاثنين طبعا محتاجين وقايه بس واحد اخطر من الاخر طيب تعالوا نشوف الكتاب المقدس بيحذرنا من التحديات اللي بتحارب الفكر ايه هي التحديات اللي بتحارب الفكر؟ التعاليم الغريبه. اوكي؟ تعالوا نشوف كم آيه بتحذرنا من هذه التعاليم. في كلوسي 2: انظروا ان لا يكون احد يسبيكم بالفلسفه وبغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب اركان العالم وليس حسب المسيح، فلسفه وغرور باطل. ايه اخرى في تيموثاوس الاولى انه في الازمنه الاخيره يرتد قوم عن الايمان تابعين ارواحا مضله وايه تعاليم شياطين ايه في عبرانيين 13 لا تساقوا بتعاليم متنوعه وغريبه فالكتاب المقدس بيحذرنا في تعاليم غريبه تعاليم شياطين في فلسفه وغرور باطل خلوا بالكم الحاجات دي كلها بتحارب الفكر العقيده الايمان اللي انا اعتقد بيه اوكي الايديولوجيز بتاعتي طيب ايه هي بقى التعاليم الغريبه دي ناخد نخبه برضو بسيطه قبل ما نخش في موضوع ادله لوجود الله احب اشوف ان ايه ال او ادي لحضراتكم كده نخبه عن التحديات دي او التعاليم الغريبه دي ايه التعاليم دي؟ لسته كده يعني مش 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 مش, مش كامله امم اول حاجه الالحاد طبعا غني عن التعريف عارفين الالحاد اللي هو الناس الملحد اللي هو لا يؤمن بوجود الله طب ما دام قلنا الالحاد اسالكم سؤال تعريف الالحاد واحد او اثنين نمره واحد لا يؤمن بوجود الله نمره اثنين يؤمن ان الله مش موجود واحد ولا اثنين

appreciate that. فالملحد اللي بيقول الله مش موجود عنده إيمان يعني عنده إيمان؟ هو يمكن كلمة أدق عنده اعتقاد في أسئلة لازم يكون عنده إجابات لها يعني إيه؟ أدي لحضراتكم تبسيط يعني شرح بسيط كل إنسان بيسأل أسئلة وجودية اسمها existential questions ايه هي الاسئلة الوجودية دي انا جيت منين انا هنا ليه انا رايح فين اسئلة عن الماضي والحاضر والمستقبل الماضي بيقول انا جيت منين مصدري ايه الحاضر اللي انا فيه انا هنا ليه ايه هو هدفي في الحياة والمستقبل انا رايح فين كل انسان لازم يكون عنده اجابة لهذه الثلاث اسئلة بما فيهم مين؟ الملحد فأنا يعني من خلال الدفاعيات من سنة 2002 تحاورت مع ملحدين كتير جدا مئات في أمريكا وكندا وأستراليا وميدل إيست وفي أوروبا في كل حتة عندهم إجابات لهذه الثلاث أسئلة عارفين إيه هي إجابات الملحد للأسئلة الثلاثة دول؟ Help me out أنا جيت منين وفقاً للملحد اللي لا يؤمن بوجود خالق بالضبط كده chance حضرتك قلتي <applause> science أو oh, او chance some some here's here's uh, time time plus matter plus chance يعني مع, مع مرور الزمن بالصدفة بالعشوائية والمادة بالضبط الزمن والمادة والعشوائية طيب وفقا للملحد أنا هنا ليه؟ ايه هو هدفك في الحياة؟ لو شفتوا مثلا اشهر الملحدين ريتشارد داكنز مثلا دانيال دانيت سام هيريس كريستوفر هيتشينز دول من اشهر الملحدين المعاص... يعني معظمهم معاصرين لما تسالهم انا هنا ليه ايه هدفك في الحياه هدفي ان انا اعيش وانبسط ويعني بيسكلي انجوي ماي لايف ليه لان خلاص حياتي هتنتهي بعد ال 70 80 90 سنه اللي موجوده عندي طيب هتروح فين بعد الموت هيقول لك فين <applause> I... الإجابة <applause> I will cease to exist يعني مش هكون موجود, مش هكون موجود. خلاص فناء فناء دي إجابات طيب مش معنى كده أن الملحد عنده اعتقاد أن الله مش موجود في اعتقاده بيجاوب على هذه الـ الـ الأسئلة الوجودية طيب مذهب آخر أو تعليم آخر اللا أدرية سمعتوا عن اللا قدريه انا انا الحاجات دي مترجمها من جوجل ترانسليت على فكره فلو غلط صح كده اوكي طيب ساعد ساعد ساعدوني يعني في الايه لا ادري ما اعرفش بس هي بالانجليزي يمكن ادق شويه اجنوستيسيزم انا اجنوستيك اجنوستيك يعني ما اعرفش ربنا موجود ما اعرفش طب مش موجود ما اعرفش في بقى انذر ستيج يعني في ليفل تاني من الاجنوستيسيزم بيقول انا ما اعرفش وانت ما تعرفش مش بس انا ما اعرفش ما حدش يعرف الاجابه البسيطه تقول له ايه طب مين عرفت منين ان ما حدش يعرف ما لو عرفت ان ما حدش يعرف يبقى اكيد انت عارف فاهمين قصدي برضو ايه سيركل reasoning طيب مذهب اخر تعليم اخر skepticism اللي هو الشكوكيه انا اشك ان الله موجود مذهب المذهب الطبيعي اللي هو ناتشراليزم اللي هو بيقول ان الطبيعه هي كل ما في الوجود ما فيش حاجه خارقه للطبيعه فوق الطبيعه nothing سوبر natural كل حاجه في الطبيعه مذهب التعدديه ده مذهب برضو يعني مشهور جدا عندنا في الغرب على الاقل في الغرب في امريكا واوروبا وكندا التعدديه اللي هو بلوراليزم يعني جميع الاديان بتعبد نفس الاله. ما تقوليش بقى انا صح انت غلط و... وانا الدين بتاعي هو الحق وانت الباطل لا 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 احنا كده ايه؟ نقف مع بعض عاوز تعمل كذا اعمل عاوز تصلي الاله ده صلي الاله كل ال... كل الديانات بتعبد نفس الاله بس باسماء مختلفه. وبيعملوا تشبيه كده ان في جبل وفي آه... طرق في الجبل بتوصل لنفس الايه؟ القمه بتاعة الجبل. مذهب اخر الوجودية، مذهب الوجودية اللي هو الاكزيستنشاليزم اللي بيقول لناكل ونشرب لان غدا نموت، ده مذهب الوجودية. واخر آه تعليم تعليم فاكرين دول تعليم ايه؟ تعليم مزيفة، تعليم شياطين، كيه؟ فلسفة وغرور باطل، تعليم متنوعة. المذهب النسبي اللي هو الريلاتيفيزم اللي بيقول انا عندي الحق بتاعي وانت عندك الحق بتاعك كل واحد يعيش بالحق بتاعه دي التعاليم الغريبة اللي حبيت يعني التحديات اللي حبيت يعني شيرت مع حضراتكم تعالوا نخش في أول موضوع So far so good معايا نخش في أول موضوع Good Thank you for the energy okay. هل الله موجود طبعا هل احنا مستنيين حد يجي من أمريكا يقول لنا الله موجود طب يعني وفر وقتك وعارفين الموجود طب ليه احنا يعني ليه بنتكلم في الموضوع ده طب ما احنا عارفين انا مش مستني منك دليل وبرهان انا عشت مع رب المجد يسوع المسيح حبيبي من وانا طفل يعني عشت ودقت في حياتي والتمست يعني معرفة اختبارية معاه مش مستني ادلة وبراهين طب ليه نتكلم في الموضوع اسأل حضراتكم ليه علشان لا أي... عشان نرد عشان نعرف نرد عشان... <applause> عشان نعرف نرد اكسلنت وبرده عشان حاجه تاني اكسلنت عشان برضو نعرف ان الايمان موري. لا نبقى ردي ب... لو حتى اي افكار او حاجه بالظبط كده يبقى لينا ولغيرنا جات لنا فكر مثلا ايه دخلت في دقيقه ويعني ايه ابتديت يعني فكر تشكيكي او فكر يعني إيه. اعرف ان ايماني مش ايمان سوري مش عارف <سؤال> اعمى آه، عمياني ايمان يعني بدون تفكير هو بابا وماما قالوا كده يبقى هو كده مش مسلمات بالضبط كده لا اعرف ان ان ايماني يعني ثابت على فاكتس على حقائق اوكي وعشان برضو اقدر اكون مستعد سولية والغيري طيب تعالوا نشوف بكل يعني احاول أبسط الموضوع على قد ما اقدر لان ده بياخد فور ويكس في السيمستر بس الله موجود يعني هلخصه بسرعه لحضراتكم. سؤال سؤال بديهي من اين جاء الكون؟ الكون ده جه منين؟ في حجه اسمها حجه كونيه cosmological argument for the existence of God. الحجه الكونيه دي بكل بساطه برضه بتقول ايه؟ الفرضية الأولى بت... الفرضية الأولى بتقول: كل ما يبدأ في الوجود له سبب. ماشي معايا؟ كل اللي بدأ في الوجود له سبب في وجوده. الفرضية الثانية: الكون بدأ في الوجود. الاستنتاج بقى ايه؟ لذلك الكون له سبب في وجوده. بكل بساطة منطق، طيب ايه السبب اللي سبب وجود هذا الكون؟ في اربع احتمالات، تعالوا نشوف كل واحدة منهم ونشوف أي واحدة يعني ايه تعقل او يعني ميك سنس. أول احتمال والاربع احتمالات دول هم أربع مدارس يعني في موفمنت كده موفمنت الحادية بتقول أربع حركات، اوكي؟ okay. أشكرك يا أبونا خليك خليك معايا معلش أنا ب... <applause> بحاول اترجم في مخي واتكلم. اوكي. Okay. الكون جه من العدم، nothing. اليونيفيرس ده جه من الايه؟ من لا شيء. واحد في اريزونا عندنا في امريكا كتب كتاب اسمه يونيفيرس فروم nothing. واحد اسمه لورنس كراوس. حد سمع عنه؟ لورنس كراوس؟ ده من يعني ملحد مشهور عندنا في امريكا. قال انا عرفت الكون جه منين؟ إيه؟ فهمتها وفسرتها، جه من لا شيء. طبعا واحد ملحد اخر رد عليه اسمه ديفيد البرت ملحد برضه بيدرس نفس الكوانتم ميكانكس بتاعت لورانس كاوس وقال له لا انت بتستعمل كلمه لا شيء غلط انت بتستعمل كلمه لا شيء لكي تعني actually شيء مهم او الكون خلق نفسه مش محتاج ان انا اقول له في سبب ذاتي الخلق ثالث احتمال واللي هو كان اكثر شيوعا شيوعا اللي هو اللي هو الكون ايه ازلي ملهوش بداية سوري معلش اوكي ملهوش بداية ما تقوليش ايه السبب اللي هو موجود من الازل رابع احتمال انه اتخلق انا ما قلتش مين اللي خلقه وانا بدي احتمالات مدارس بتدرس الاربع احتمالات دول طب هتقول لي مين اللي اثبت يعني ازاي تقول لي ان الكون ما جاش ما جاش من لا شيء والكلمة لا شيء بالانجليزي اللي هي ايه؟ nothing لو قسمت كلمه nothing ديه نو no thing ازاي thing يجي من no thing؟ لان يعني nothing comes from nothing اوكي؟ okay. فده so يعني منطقيا مش ما, ما ينفعش. خلق ذاته طب ازاي يخلق ذاته وهو يعني عشان يخلق ذاته لازم يكون موجود قبل وجوده فاهمين قصدي؟ موجود قبل وجوده ودي مغالطة منطقية برضو. طب أزلي أقول لحضراتكم العلم الحديث ودي ممكن يعني تبحثوا عنها في جوجل أو الـ الـ الإنترنت أثبت من مشاهير الملحدين إن الكون بدأ في الوجود لأسباب كثيرة جدا السكند اوف المج حركة المجرات وأسباب كثيرة جدا علمية مش هنخش في التفاصيل. واحد اسمه ستيفن هوكن ايم شور sure سمعتوا عنه حضراتكم عالم فيزياء نظريه وعالم فلك بيقول ايه وكل حاجه على فكره فيها الريفرنس موجود في الـ في السلايد اسف uh, uh, yes. كل الادله تشير الى ان الكون لم يكن موجودا منذ الازل ولكن كانت له بدايه كتب كتاب مشهور اسمه بريف هيستوري اوف تايم كتب فيه الكلام ده واحد تاني اسمه ألكسندر فيلينكن ده مشهور جدا في علم الكونيات بيقول كل الأدلة المتوفرة لدينا تقول بأن الكون كانت له بداية دول ملحدين مش مؤمنين بوجود الله أوكي يبقى نرجع للاحتمالات دي إيه الاحتمال الأكثر احتمالا إنه اتخلق قلت ربنا اللي خلقه ما قلتش أنا بس إيه بمشي بالتدريج طيب سؤال بقى آخر عشان أشوف مين اللي سبب أو اللي خلق الكون لازم في بعض أسئلة أخرى الكون اللي احنا عايشين فيه ده مكون من إيه؟ من ثلاث عناصر أحب أسمعهم من حضراتكم مكونات هذا الكون الأرض اللي هي المادة حلو قوي المادة عنصر آخر عنصرين تانيين السبيس اكسلنت يبقى بالظبط كده زي ما قال الاستاذ time, matter, سبيس الزمان المكان المادة مش أنا اللي بقول كده ده العلم الفيزيكس بتقول كده أوكي عشان أكون برضو دقيق إنرجي اللي هي الطاقة موجودة في المادة يعني إز إمبلايد ضمنيا في المادة فتايم سبيس ماتر زمان مكان مادة طيب تعالوا نشوف واحد يعني انا بحب اقرا له كتير اسمع له كتير اسمه هيو راس، هيو روس ده كان ملحد ودرس علم الكونيات وقعد عمل بحث جميل جدا ما بين العلم في علم الكونيات واول 11 اصحاح من سفر التكوين وشاف ان الاثنين ماشيين مع بعض بطريقه يعني جميله جدا قال ايه تحدد الادله واصبح مسيحي تحدد الادله المستمده من علم الكونيات ان سبب الكون هو كائن اخبره ايه شكله ايه الكائن ده يتجاوز الماده والمكان والزمان يتجاوز لان الماده مش هتخلق ماده الزمن مش هيخلق زمن لازم يكون فوق المكان فوق الماده فوق الزمان عشان يوجدوا مكان وزمان وماده واحد تاني فرانسيس كولينز دول على فكره من اشهر اللي انا مش بجيب يعني اي وش اتمنى يعني في عام تعملوا ريسيرش على الناس دي من اشهر اللي كانوا ملحدين وامنوا بسبب علم بسبب الساينس بيقول لا استطيع ان افهم كيف يمكن للطبيعة أن تخلق نفسها فقط قوة خارقة للطبيعة خارج الزمان والمكان وهكذا واحد ثالث برضو أنثني فلو بيقول نفس الحكاية عشان بس الايه ما ازهقكوش. طيب يبقى اللي سبب هذا الكون خالق هذا الكون لازم يكون عنده صفات مع ثلاث صفات معينه. ايه هي الثلاث صفات دي؟ لازم يكون خارج المكان. يعني ايه خارج المكان؟ يعني غير محدود. ما اقدرش احده بمكان هنا وهنا وفي كل حته. ولازم يكون عنده صفه اخرى. خارج عنصر الزمن ما اقدرش اقول أنه هو ابتدى في الوقت الفلاني لان اللي خلق الزمن لازم يكون فوق الزمن اي ليست له بدايه وليست له نهايه بنقول عليه سرمدي اوكي okay. مش كده يا خارج الماده يعني اللي اوجد الماده مش لازم ما ينفعش يكون من الماده خارج الماده يعني سوبرناتشرال يعني فوق الطبيعه مش من الطبيعه بس لازم برضو يكون عنده صفات أخرى استنتجها بقى بالمنطق لازم يكون عنده صفة كلية القدرة ليه كلية القدرة عشان يقدر يخلق الكون ده كله من لا شيء لازم يكون قادر على كل شيء يخلق من العدم لازم برضو يكون كلية المعرفة عشان يقدر يصمم هذا الكون بكل المقاييس اللي تدي فرصة أن يكون في حياة في هذا الكون يعني الشمس لازم تكون على بعد كذا من الأرض القوة الجاذبية لازم تكون دقيقة جدا والنظم دي لازم تكون يعني مظبوطة كلية المعرفة All knowing omniscient ولازم يكون غير مسبب ليه غير مسبب عشان لو هو حد سببه يبقى نشوف مين اللي سبب الحد ده ونرجع للحد ده والشخص ده والشخص ده هنمشي لحاجه اسمها Infinite Regress اللي هو بالعربي اسمه الانحدار اللانهائي. يعني هتقعد تسال مين اللي خلق مين اللي خلق مين اللي خلق مين اللي خلق. طيب. رابع حاجه لازم يكون عاقل. ليه عاقل؟ مش مش قوه خارقه ولا طاقه خارقه، لازم يكون عنده مايند. ليه؟ عشان عشان اراد ان يخلق ان يخلق عنده إرادة والإرادة دي تيجي منين؟ من العقل غير كده لازم يكون فوق المادة لو فوق المادة يبقى هو عقل أو مادة يبقى هو عاقل آخر صفة آسف نشوف الأربعة دول هو كم واحد قبلها ثلاثة وأربعة نشوفهم مع بعض لازم يكون إيه؟ غير محدود أزلي وأبدي فوق المادة كلي القدرة كلي المعرفة بلا سبب عاقل طب الصفات دي كلها تجتمع في مين؟ في الاله الذي يعبده المسيحيون اللي هو ايه؟ رب المجد يسوع المسيح. انت بقى لو مش عاجبك الاستنتاج دوه اديني اله اخر تكتمل فيه تكتمل فيه كل الصفات دي وانا ايه افكر فيه. بس الى الان مش لاقي اي يعني استنتاج اخر او بديل لهذا الاستنتاج. اوكي؟ الصفات دي عشان نربط برضو ايه؟ احنا المصدر بتاعنا الكتاب المقدس واحب برضو اربط الليترجيه والقداس الالهي باللي احنا بنقوله. في فين في القداس الالهي بنقول بعض الصفات دي؟ حد بقى يقول لي؟ طب في القداس مين؟ القداس الغرغوري بالظبط كده، القداس الغرغوري القداس الغرغوري بيقول ايه؟ الكاهن بيقول الذي ايه بالظبط كده زي موجود زي موجود كده بالظبط الذي لا ينطق به غير المرئي غير المحوى غير المبتدا الابدي غير الزمني الذي لا يحد غير المفحوص غير المستحيل يعني ايه غير المستحيل غير المتغير immutable ما بيتغيرش خالق الكل مخلص الجميع يعني صفات الله بنقولها في القداس الغرغوري والصوره دي بتاعه والدي بالجسد اسمه ابونا بسيليوس في كنيسه البطرسيه أم. طيب نشوف شوية ايات في الكتاب المقدس يمكن ناخد اية او ايتين عشان خاطر الوقت انا ما استعملتش الايات دي عشان اوصل للاستنتاج خلوا بالكم انا استعملت المنطق والعلم بس الايات دي برضو عشان نش... نعرف ان الايه اللي احنا وصلنا له يتماشى مع كلام الكتاب المقدس عبرانيين ثلاثة كل بيت يبنيه انسان ما لكن باني الكل هو الله أشعية 44 أنا الرب صانع كل شيء ناشر السماوات وحدي باسط الأرض من معي سكيب الآية الثالثة الآية الرابعة في روميا واحد لأن منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية ولهوته مدركا بالمصنوعات حتى إنهم بلا عذر يعني لو شفت كده خرجت بره الكنيسة وشفت الخليقة هتلاقي الفينجر برينتس اللي هي ايه البصمة بصمات الله في الكون ما تقدرش ما تشوفش بصمة ربنا في العالم اللي انت عايش فيه لو مش شايف يبقى المشكلة ايه مش في الخليقة ولا في الأدلة والبراهين المشكلة في أنا حتى إنهم بلا عذر عندكم وقت ناخد سؤال تاني سؤال سريع اوكي okay. معايا okay. Right. سؤال اخر احنا قلنا اول سؤال ايه من اين جاء الكون ثاني سؤال من اين جاءت الحياة الحياة اول حياة على الارض مين اللي اوجدها ليه بقى في قانون في العلم اسمه قانون النشوء الحيوي اللي بالانجليزي بايوجينيسيس بايو يعني لايف بايو جينيسيس يعني البدايه بدايه الحياه قانون في... بايه القانون ده بيقول ايه واللي عمله واحد اسمه لوي باستور واحد مشهور في في فرنسا في علم الكيمستري الميكروبايولوجي بيقول ان الكائنات الحيه تنشا فقط من كائنات حيه اخرى لازم يكون في حياه لكي تنشئ حياه ما فيش حياه ابدا جت من جماد حياه يبقى في حياه برضو عشان يكون الكلام ليه يعني مصداقية باحثين عالمين قالوا كلام زي ده واحد زي دكتور آلين ساندج آلين ساندج من أشهر الناس اللي هم يعني اتكلموا في علم الأحياء هو هو فلكي أسترونومر بس بحث في علم الأحياء وعمل هابل كونستنت وكده قال أنا مقتنع بأن وجود حياة بكل ما فيها من نظام في كل الكائنات الحية أمر محكم للغاية وكلما تعلمنا المزيد عن الميكروبيولوجي آه اسف آه آه بايوكيمستري الكيمياء الحيويه كلما اصبح الامر اكثر صعوبه ما لم يكن هناك مهندس منظم للحياه منظم للحياه طيب اقول لحضراتكم سؤال مش سؤال قصه ستوري آم. كنت مره في جامعه من الجامعات في امريكا بدي محاضرة عن وجود الله. كانوا من الحاضرين يعني كان جروب في الفورم كبير قوي كانوا في حاضرين بعض من الملحدين. ودي في جامعة يعني مشهورة في أمريكا. وبعد المحاضرة جم بعض الملحدين آه على البوديوم وقالوا لي آه أنا إحنا لا نؤمن بأي حاجة أنت قلتها. يعني الكلام أنت بتقوله ده كله كلام فاضي. قلت لهم آه طب تعالوا إيه نتكلم فاكرين القديس بطرس بيقول إيه؟ إزاي نتكلم بوداعة وخوف، الموضوع مش موضوع أنا لازم أفهمك بقى وأعرفك غلطك وأنا وأنت صح وأنا صح وأنت ده مش دفاعيات ده بيرسونال apologetics أوكي؟ ليه؟ لأن إحنا مفروض نكسب إيه؟ نكسب الحجة نكسب الحوار نكسب الشخص أنا عاوز قلب الشخص لإن ونفس الشخص لإن في أمثال رابح الإيه؟ النفوس حكيم مش رابح الجدال أنا ممكن أب يعني يعني كأني خسرت المناقشة مش مهم الموضوع مش شخصي طب آه يعني كلام خارج قول كلام خارج هي يعني هي يعني الموضوع مش بيرسونال أنا عاوزك برضو إيه؟ تعرف الحق واوصلك لرب المجد يسوع المسيح. المهم نرجع للقصه تاني فجم الملحدين دول مع البروفيسورز بتوعهم وقال احنا لا نؤمن باي حاجه انت قلتها. قلت لهم طب نقعد ونتكلم كده بهدوء هسالكم ثلاث اسئله ممكن تجاوبوني عليهم؟ قالوا لي اه قالوا لي اه بحمقه كده قلت لهم اوكي اول سؤال السؤال اللي احنا حفظناه من اين جاء الكون؟ الرد كان ايه؟ الرد كان ما يقدروش يقولوا البيج بانج خلاص دي دي الـ 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 الانفجار العظيم دي كانت اجابه من 10 15 سنه انتهت خلاص لان الانفجار العظيم لازم فيه سؤال اخر طب مين مين اللي فجر الانفجار العظيم هو حاجه تنفجر nothing comes from nothing طيب الكون جه منين بصوا لبعض كده وقالوا آه علماء الكونيات اللي هم الكوزمولوجيست بيدرسوا الموضوع بجديه وفي كلمة eventually يعني فيما بعد هنعرف إجابة هذا السؤال eventually فيما بعد بالتأكيد فيما بعد ها؟ أه? بالتأكيد فيما بعد بالتأكيد فيما بعد قلت لهم ماشي سؤال آخر اللي إحنا لسه واخدينه دلوقتي من أين جاءت الحياة؟ وقلت لهم أنتوا عارفين طبعًا هما ناس بقى علماء عارفين the law of biogenesis أيوه عارفينه عارفين إنه بيقول ما فيش حياة تيجي من جماد لازم في مصدر حياة إيه هو المصدر ده؟ قالوا لي كده هم كانوا ثلاثة واثنين قالوا لي إن البيولوجيست علماء الأحياء بيعملوا سيمينارز وسيمبوزيوم في أكسفورد في إنجلترا وده كلام صار صحيح بيحاولوا يشوفوا أول خلية حياة جت منين؟ لو عملت ريسيرش في حاجة اسمها The Origin of Life Symposium in أكسفورد بيدرسوا الموضوع دوا ولغايه دلوقتي ما ما فيش نتيجه بس بيحاولوا فقالوا لي ايه ايفنشولي يعني فيما بعد هنعرف اجابه هذا السؤال قلت لهم ماشي سؤال ثالث من اين آه... ازاي ال... your how did you come... ازاي استعملت عقلك your mind انك تديني اجابات هذه الاسئله لان كلمه مايند عقل للملحد مش مستحبه هما بيحبوا كلمه برين مخ لان المخ حاجه محسوسه مايند دي العقل دي حاجه غير محسوسه فما بيؤمنوش بيها فقالوا لي لا المايند هاو ات وركس ازاي بيشتغل وي دونت ما نعرفش اند وي دونت نيد تو نو فروم تايب انتوا قلتوا ايفينشولي 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 معنى كده قلت لهم يبدو انكم عايشين بالايمان وكان في كده ايه سايلنس اكورد سايلنس كده يعني ايه منزعجين شويه لان كلمه ايمان دي لواحد ملحد دي كلمه مش مش كويسه طب بالايمان ليه لان هم عندهم ايمان ان هيكون في اجابه في ايفنتشولي فيما بعد قلت لهم انتوا عايشين بالايمان يا احبائي مش احبائي يعني ماي فريندز ايه فقلت لهم انا برضو عايش بالايمان زيكم مش في الكتاب بيقول احنا ايه عايشين بالايمان مش بالايه مش بالعيان بس عندي اجابات منطقيه لهذه الاسئله تحبوا نقعد نتحاور راحوا قاموا مشوا على طول اللي عاوز اقوله لحضراتكم يعني غايه القصه دي ان الملحد اللي بينكر وجود الله مش عشان ما فيش ادله وبراهين و... لا هو في أسباب أخرى ولو عندنا وقت وعند حضراتكم وقت أحب أعرض شير مع حضراتكم إيه هي بقى بالرغم من الأدلة المتوافرة إيه هي أسباب الإلحاد لو عندكم وقت ممكن نتكلم فيها بعد كده طيب برضو أرجع للكتاب المقدس لما عاوز أعرف إيه هو مصدر الحياة إحنا عارفين مصدر الحياة إيه هو مصدر الحياة رب المجد يسوع المسيح قال إيه يوحنا خمسة لأن كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضا أن يكون له حياة في ذاته وفي حنة إنجيل يوحنا إصحاح فيه كانت الحياة وقال إيه هو المرثى في يوحنا 11 قال إيه أنا هو القيامة والحياة وقال إيه لتوما يوحنا 14 أنا هو الطريق والحق والحياه كتبيس بولس قال المسيح حياتنا، يعني احنا عارفين مين هو الحياه. الكاهن في القداس نرجع للقداس لما بيمسك الجسد في الاعتراف بيقول امين 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 اؤمن 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 ان هذا هو الجسد الايه؟ الحي نو المحيي اي هو ده اللي بيمتلك خصائص الحياه. هو ده اللي يقدر يعطي حياه ممكن لحد معاه الانجيل في الموبايل ديفايس الموبايل ويطلع ايه كورنثوس الاولى 15 45 ويقراها عشان كورنثوس الاولى خمسة 45 على فكره كورنثوس الاولى 15 ده من اهم الاصحاحات في العهد الجديد احنا كلنا عارفين كورنثوس الاولى 13 بتاع الايه المحبه اشكرك لا اقريها انت بقى أه بس اسف كورنثوس الاولى 15 مهم جدا لان بيتكلم عن قيامه السيد المسيح وكورنثوس الاولى 15 ده البولس بتاع ايه عيد القيامه وده البولس بتاع الجنازات اصحاح مهم جدا 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 ممكن تقريه اتفضلي بس اقريه بصوت عالي هكذا مكتوب ايضا صار ادم الانسان الاول نفسا حيا وادم الاخير روحا محيا بيرفكت ادم الاخير ده اشكرك ادم الاخير ده مين؟ المسيح في مرد ابراكسيس عيد الميلاد بنقول ايه؟ ادم الثاني اوكي؟ المسيح مش روح حي زي ادم بس روح ايه؟ محيي اي هو ده مصدر الحياه. اوكي نكمل احنا انا قلت الحوار مع الملحدين. عندكم وقت نكمل ولا نكمل اوكي هحاول اختصر بس بعض ال... طب احب اشرح لحضراتكم باسكالز حد سمع عن رهان باسكال قبل كده يو هاف بيرفكت حد سمع عن رهان باسكال يو ديد اوكي ممكن بعد اذنك نقوله اوكي طيب ايه رهان باسكال دوا واحد ده باسكال دوا كان عالم فيزيست ويعني فيري يعني يعني ذكي جدا واستخدم وجود الله كرهن اوكي استند باسكال دوا في رهانه رهان يعني بيعمل رهان على ان وجود اي شخص عاقل لما تدي له اختيار ما بين اثنين هيختار الاختيار الذي يتيح له افضل فرصه للحصول على مكافاه لو عندك اوبشن اي اوبشن بي وحاسس ان اوبشن بي هتدي لك مكافاه اكبر طبعا هتاخد اوبشن بي مش كده يعني بالمنطق كده طيب تعالوا نشوفوا رهان باسكال ده انا هو 300 صفحه في كتاب اسمه بانسيز بانسي Ponsay يعني بيفكر لخصته لحضراتكم في صفحه واحده بس اوكي اهو رهان باسكال تعالوا نشوف لو شايفين معايا بيقول إيه رهان باسكال؟ على فكرة ده مش حجة تثبت وجود الله. ده بس إيه يعني حاجة منطقية تخلي الإنسان الملحد يعيد تفكيره في إلحاده. عشان بس قبل ما نكمل. بيقول إيه؟ في تو أوبشنز تو أوبشنز يا ربنا موجود يا ربنا مش موجود. اختيارين. أوكي؟ تو أوبشنز. وفي آه يعني تو تشويسز ليا يا انا اؤمن بيه يا لا اؤمن بيه دول سبجكتيف ودول اوبجكتيف اوكي okay? انا يا اؤمن بالله يا لا اؤمن او هو موجود او مش موجود مفيش احتمال ثالث للاثنين دول طيب تعالوا نشوف النتيجه لكل مربع في المربعات الاربعه دول ايه النتيجه؟ أم. لو انا اؤمن بوجود الله وطلع ان الله مش موجود في الاخر ايه النتيجة؟ هيكون عندي خسارة محدودة. ايه الخسارة المحدودة دي؟ ان انا رحت الكنيسة وقعدت اصلي وقعدت اصوم ثلاثة أربع السنة ومطانيات، وفي الاخر طلع ان ربنا خسرت المحدودة ليه؟ ليه محدودة؟ لان ما فيش حاجة بعد الموت. ربنا مش موجود. اوكي؟ اوكي. لو انا لا اؤمن بوجود الله لا أؤمن ملحد وطلع إن الله فعلا مش موجود إيه هي النتيجة؟ مكسب محدود ما هو دام ربنا مش موجود يبقى كل حاجة محدودة ما فيش عالم آخر إيه المكسب ده؟ إيه؟ انبسطت يومين بالظبط انبسطت يومين. كده زي ما ابونا موسى بيقول عشت حياتي بالطول وبالعرض وعملت اللي انا عاوز اعمله ما مفيش بقى مفيش حياه اخرى طيب المربع الثالث انا لا اؤمن بوجود الله انا ملحد وطلع ان الله موجود في الاخر طيب ايه بقى الـ 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 النتيجه مكسب محدود وخساره لا نهائيه ما هو ما دام في الله موجود يبقى حاجه لا نهائيه ايه المكسب المحدود انبسطت يومين ايه بقى الخساره اللانهائية؟ خلاص بقى مش هقدر اعيش مع على فكره باسكال زويجر كان بيتكلم عن اله المسيحيين عشان برضو كنت ادي مقدمه ده اله المسيحيين في ملكوت سماوات وفي نعيم وفي حاجات دي كلها خساره لا نهائيه طب نشوف الاحتمال الرابع انا اؤمن بوجود الله وفعلا فعلا الله موجود ايه النتيجه مكسب لا نهائي هعيش مع ربنا بقى في ايه في ملكوت السماوات الى الابد الحياه الابديه الجميله ال... بس في خسارة محدودة بالنسبة لباسكال كانت خسارة محدودة إيه الخسارة المحدودة؟ هيروح الكنيسة ويصلي ويعني بقى إيه؟ يعني شغل وهيصوم وأربع وجمعة وحاجة دي. أوكي طيب باسكال قال أني واحدة من الأربعة دول هتديك أكثر مكافأة أنا بيعمل رهان بيراهن كأنه يعني سوري في التعبير بيعمل جامبلينج وبيحط بقى يحط في هنا ولا هنا اني وأكثر واحده هتديك اكتر مكافاه تفتكروا اني واحده اللي هتديك مكسب لا نهائي يا عم السكي خساره محدوده معلش بس هاخد مكسب لا نهائي اي حد في يعني كوست بنفيت اناليسيس هيقول انا احطها في اللي مكسب لا هحط بقى ايه احط حياتي في المربع دوت فقال انا هعيش هعيش كاني فعلا مؤمن بوجود الله وهؤمن فعلا بوجوده وهعيش ان هو فعلا موجود لان النتيجه مكسب لا نهائي وبعد ما عمل الموضوع دوت هي ديسكفرد يعني ايه اكتشف سر عظيم جدا ايه هو السر دوت اللي كان فاكره خساره محدوده اصبحت مكسب محدود يعني كسب ايه؟ الأرض والسماء. كان فاكر ان هو بقى يعني شغل الـ الإيمان على الأرض ده يعني لا ده طلع ايه؟ انه كسب فوق زي في واحد آم آم اسمه سي اس لويس مشهور كاتب مشهور كان ملحد وبقى مسيحي برضه سي اس لويس ده قال ايه؟ معلش سامحوني هقولها بالإنجليزي وهحاول أترجمها قال إيم إيم صوب إيم فور هيفن you will get earth thrown in. If you aim for earth, you'll get neither heaven nor earth. يعني لو صوبت انظارك للسماء هتاخد الارض فوق البيعة. لو صوبت انظارك وامالك وطموحاتك على الارض بس لا طول سماء ولا طول ارض. في ايه برضه في الكتاب المقدس قالها رب المجد في متى. بالظبط كده بالظبط معلش سامحني بس في ايه اخرى بالاضافه اطلبوا اولا ملكوت السماوات وكل هذه تزاد لكم هتاخدوا دي وهتاخدوا دي اكشلي يعني سامحوني لو صلحني سيدنا لو قلت حاجه غلط لو طلبتوا السماوات وخدتوها مش هتفرق معاكم اللي في الارض اني مور كل هذه تزاد لكم مش عاوز حتى اللي كل هذه لما دام انا خدت اللي في السماء Anyways, انا كنت حبيت بس اشرح لحضراتكم رهان باسكال بتبسيط يعني very simplified way الترجمه الخلاصه اود ان اعيش حياتي كما لو كان هناك اله واموت واعرف لم يكن هناك اله من ان اعيش حياتي كما لو لم يكن هناك اله واموت واعرف انه موجود ده اللي قاله باسكال بعد ما اكتشف فعلا انه لما عمل رهان على المربع اللي فوق دوه عرف ان فعلا مش بس نظريا الله موجود لا ده دا دائه في حياته وقال ده انا كسبت الارض والسماء وعاش وكتب كتب جميله جدا عن الايمان بوجود الله. اتفضل أم... اشكرك ثانك يو سو ماتش اشكرك. أم... طيب ثلاث دقائق تاني وهنخلص أخلص عشان احب اسمع من حضراتكم يعني فيدباك و واسئله. ماشي؟ معايا ثلاث دقائق ثاني؟ اوكي؟ طيب في واحد اسمه هربرت سبنسر، هربرت سبنسر. مين هربرت سبنسر دوا؟ ده كان من تلاميذ داروين. داروين اللي هو عمل نظريه التطور، اوكي؟ نظريه التطور اللي هو الايفولوشن. تشارلز داروين. ده من تلاميذه. قال ايه؟ في عام 1903 قال هربرت سبنسر دوت حاجه بيان علمي كده يعني عميق اي كل شيء في الكون يمكن تفسيره بخمس حاجات اساسيه ايه بقى الحاجات دي يعني الكون يفسر بالفضاء الماده الوقت القوه العمل وعاش لو تقروا عليه تقروا عنه هربرت سبنسر عاش حياته كلها عشان يعرف إجابة الخمس أشياء دول جم إزاي؟ اشتغلوا إزاي؟ مين اللي عملهم وهكذا؟ للأسف مات من غير ما يعرف الـ يعني الحل للخمس أشياء دول بس لو أنا لو شفت أنا هربرت سبنسر بيحاول يكتشف الخمس أشياء دول اللي بيفسروا الكون لو أرى الكتاب المقدس في أول كتاب في أول إصحاح في أول آية تعالوا نشوف بيقول إيه في البدء أهو ده الوقت خلق هو ده العمل الله أهي دي القوة الخالقة السماوات هو ده الفضاء والأرض أهي دي المادة أول آية بتشرح اللي كان قعد 65 سنة يحاول يدور على إجابة الخمس أشياء دول فلو عاوزين نلخص الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله دي صورة يعني تلخص الموضوع كله. أنا لا أرى أي أدلة على وجود الله، تفتكر هيشوف أي أدلة؟ ده يقعد يدور من هنا للصبح مش هيشوف عشان كده برضه الصورة اللي بحبها جدا جدا اللي بعدها على طول. ربنا إيه؟ موجود ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.